مشاهدينا، وللحديث عن الصراع السياسي وتأثيره على إقرار الموازنة والأزمة الاقتصادية في البلاد، معنا الخبير الاقتصادي من عمان الدكتور صباح علو. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور، يعني تأخير الموازنة، وصلنا ربما إلى نهاية العام وإلى الآن لم تقر الموازنة، المخاطر من وجهة نظرك في عدم إقرار الموازنة وتأخيرها؟ حقيقة ما يحصل بالعراق شيء يدلل على ضعف عقلية القيادة السياسية للبلد منذ 2003 ولغاية اليوم. وبنفس الوقت أن الموازنات منذ 2003 ولغاية الآن هي تسير بشكل فوضوي دون اعتماد أي شكل من أشكال الالتزام بالفترات الزمنية والمقررة والقوانين المعمول بها ماليا. لذلك نلاحظ هذا يخدم حالة الفساد المعشعشة في إدارة الدولة العراقية، ومما يزيد ذلك أثر هو حالة الصراع على السلطة منذ الانتخابات في 10/10/2021 ولغاية اليوم، وما حصل في الأسبوع الماضي وما قبله من مصادمات قد تتطور إلى حالة من حالات الكوارث الدائمة في حرب لا نهاية لها. ولذلك نلاحظ هناك من يعمل على إبقاء حالة الفوضى التي تعمل على خدمته وهو يمتلك السلاح. لذلك نلاحظ الموازنة تعكس لنا الحالة السلبية على كل أشكال الخدمات التي تخص المواطن بالدرجة الأساسية، وعملية تعطيل أي شكل من أشكال التخصيصات المالية الخاصة بالاستثمار، رغم أنه 5 حكومات مضت ويتحدثون عن الاستثمار ولكن لا جدوى على الواقع في عمليات الإنفاق العالية جدا من الموازنات السابقة. لم نرى على الواقع مشاريع خدمية تعمل على توفير متطلبات ومستلزمات المرحلة الحالية، سواء بدءا من خدمات التعليم، الصحة، الوقود، عمليات توزيع الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وحالات الفقر المدقع، زيادة البطالة، فرص عمل جديدة. دكتور، هناك أيضا يعني لو سمحت لي متغيرات كثيرة في السوق وزيادة في الأسعار وضعف في الإمكانية المادية لدى العراقيين ولدول العالم، ولكن بالحديث عن العراق اليوم، كيف يمكن للحكومة والبرلمان أن تحل أزمة تأخر الموازنة لمدة 2 بعد كل التغيرات التي مست الدول العالمية أو الدول بصورة خاصة، عامة والعراق بصورة خاصة؟ العراق متأثر رضينا أم أبينا بأي متغير دولي، يعني الحرب الأوكرانية الروسية وانعكاساتها لاحظ انعكست بشكل كبير جدا على مسألة وصول الطاقة من مصادرها إلى المستهلكين وارتفاع الأسعار، ولكن مع الأسف لا توجد حالة برنامج سياسي واضح اقتصادي بالعراق يعمل على توظيف هذه الإيرادات العالية من النفط في خدمة الشعب العراقي، في خدمة المشاريع والاستثمار. ولذلك نلاحظ ستبقى حالة الفوضى بوجود هؤلاء القيادات الفاشلة في خاصة في المجال الاقتصادي. ولذلك لا يمكن أن تقر موازنة في الظرف الحالي والمتبقي بحدود حوالي 2 شهر، علما بأن الإيرادات التي دخلت إلى العراق في 6 أشهر الماضية الأولى تقدر بحدود حوالي 60 مليار، أي بمعنى أن أسعار النفط اللي موجودة حاليا واللي تتراوح ما بين 90 إلى 100 دولار، أي بمعنى أن في نهاية العام قد تكون الإيرادات الداخلة إلى العراق من النفط تقدر ما بين 100 إلى 105 مليار دولار. إذن نلاحظ هذه المبالغ الكبيرة جدا يجب الإسراع في الاستفادة منها خوفا من عمليات الانخفاض المستقبلية للنفط والطاقة، خصوصا أثناء توقف الحرب الأوكرانية
الروسية. دكتور في هذا النقطة بالتحديد، يعني صندوق النقد الدولي يؤكد ارتفاع مستوى الفقر في العراق في هذه الفترة مع ما ذكرت حضرتك من ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فائض في الأموال المستلمة من النفط، كيف يمكن أن نفهم هذه الموازنة؟ لذلك نلاحظ حاليا ليس فقط صندوق النقد الدولي يراقب، وإنما حتى المجتمع العراقي الذي وعى إلى عمليات الهدر وعمليات السرقة للمال العام، نلاحظ لم توظف بأي شكل من الأشكال هذه الأموال في خدمة تخفيض الفقر وكذلك أيضا البطالة وغيرها. ولذلك من المحتمل أن هذه الإيرادات العالية جدا بدأت بعمليات السرقة من خلال عمليات بيع العملة، يعني مزاد العملة الموجود خلال فترة أسبوعين تم عملية بيع بحدود حوالي 2.5 مليار دولار. علما بأن المواد الداخلة نتيجة بيع العملة لا تتجاوز 30% مما تم عملية تحويله من الأموال، إذن هناك عملية تبييض للأموال لداخل العراق من خلال مزاد العملة. وهذا هو الذي يؤكد عليه صندوق النقد الدولي أن الفقر يزداد رغم دخول الإيرادات العالية إلى العراق، إضافة إلى البطالة الموجودة التي تزداد يوما بعد آخر نتيجة الفوضى والسلاح المنتشر في العراق. نعم دكتور، طيب على أي أساس إذن تدير الحكومة الحالية قراراتها النقدية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق والتي تهدد أمنه الغذائي بالتحديد؟ كلنا ندرك أن ما حصل في إقرار ما يسمى بقانون الأمن الغذائي، حيث حصلت الحكومة بحدود حوالي 18 مليار دولار تستخدمها في المرتبات، استيراد الطاقة. كلنا ندرك أن هناك 3.5 مليار سنويا العراق يدفع في استيراد الطاقة بكل أشكالها سواء مشتقات نفطية أو كهرباء. ولذلك نلاحظ إضافة إلى أن هناك ديون على العراق تقدر بحدود حوالي أكثر من 100 مليار دولار داخليا، حدود حوالي 50 مليار داخليا، 20 مليار خارجية، إضافة إلى هناك 40 مليار لم تتضح بشكل أو بآخر سدادات خارجية سواء من دول الخليج أو غيرها. طيب دكتور، يعني كما ذكرت أن هناك أطراف تستفيد من الفوضى وتأخير الموازنة يخدمها، ماذا أن تأخر أكثر إقرار الموازنة؟ كيف سيؤثر ذلك على العراقيين وعلى مؤسسات الدولة في العراق؟ من المحتمل رغم الإيرادات العالية الموجودة من الصعب جدا ضمن الدستور أن وزارة المالية لا يحق لها أن تستدين من البنك المركزي العراقي. لاحظ يعني هناك إيرادات هذا العام تقدر بحدود 105 مليار قد تدخل إلى البنك المركزي العراقي، فكيفما إذا حصل أي انخفاض في أسعار النفط بكرة وغدا أو السنة القادمة ستعلن الحكومة أنها لا تتمكن من دفع هذه المرتبات، قد تؤدي إلى زيادة في الضرائب أو في العمل بالضغط على معيشة الفرد العراقي، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في حالة الغليان في الشارع. وهذا ما تريده حقيقة القوى السياسية الحاملة للسلاح والتي تتصارع في عملية السيطرة على السلطة أو الحكومة القادمة. ولذلك ستشهد الأيام القادمة كثيرا من المآسي في عمليات الاغتيال وعمليات إجرامية قد يتعرض لها المتظاهرون، وما حصل يوم أمس لاحظ هناك مؤشر كبير جدا على زيادة وعي الشارع العراقي الموحد وطنيا. نشكركم الشكر الجزيل من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لك.